ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور عبد القادر المصري المتحدث الرسمي باسم بعثة الحجيج الليبيين. دكتور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أولا السلام عليكم، تحية الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في البداية دكتور، نلاحظ حالة من الطقس متقلبة في الأراضي المقدسة. ما مدى استعداد البعثة الليبية هناك لتوفير كامل سبل الراحة وتيسير أداء المناسك للحجاج الليبيين، خاصة فئة كبار السن في ظل هذا الوضع؟ نعم، الحمد لله، بفضل الله تعالى، إن يعني بفضل الله نجحنا في ترحيل جميع الحجاج. الآن نحن على آخر حافلة تركب بعدها حافلتنا احنا، يعني البعثة الآن آخر حافلة طبعا اللي هم الشهداء والمقتولين وذويهم، طبعا يعني تسعدون إلى آخر حافلة، وإن شاء الله بذلك ستكون يعني آخر تكون وصلت أعداد الحجيج كلها اللي هي مقارنة حوالي 9000 حاج هذه السنة، أقل من 9000 شوية. بيصلوا إن شاء الله إلى عرفة، ومن ثم غدا بإذن الله تعالى سيكون في عرفة، ومن ثم إلى منى. طيب كيف كما تكلم. كيف تسير عملية الانتقال إلى مشعر أو إلى عرفة عفوا؟ من عرفة إلى منى. نعم. من مكة إلى عرفة. نعم نعم. من مكة إلى عرفة حافلات الآن من الساعة 8 صباحا، والحافلات باستمرار، يعني عربي طريقة مستمرة، يعني عندنا حوالي 130 حافلة لمجموع كل الحجاج، يعني الآن أعتقد وصلنا في 128 129 130، يعني كيف طلعت تنطلق الله ويكون ذلك كل حاجة في سعود إلى الله. سينامون هذه الليلة في عرفة، ثم غدا إن شاء الله صباحا طبعا يستيقظون، طبعا ياخذون الى يوم الترويه الى غروب الشمس، ثم بعد ذلك سنتحرك كما اسلف. تقسمنا الى قسمين، قسمنا اللي هو المقتدر والذي يستطيع القيام بالمناسك، وهم التواد الاعظم سيذهبون الى منى مباشره بعد ما اخذنا تصاريح على مقربه من المخيم منى، و 1700 حاجه الذين هم يعني زي ما نقول احنا يعني غير مقتدرين اللي هم لا يستطيعون القيام بمناسك بمفردهم، هؤلاء سيتم تقييمهم غدا ان شاء الله. من يستطيع يذهب، من يستطيع يذهب، المستعدين في الفندق في فريق عمل هناك قائم من اطباء ومن خدمات. طيب هذا يقودني لسؤالك عن الوضع الصحي. نعم، هذا يقودني لسؤالك عن الوضع الصحي لبعثة الحجيج الليبيين. ممتازة والحمد لله، عندنا 4 حالات في المستشفى، اتفقنا مع السلطات السعودية طبعا على نقلهم إلى عرفة غدا في سيارات مخصصة، أسعاف مخصص يعني إلى عرفة، حتى يعني وقوفهم بعرفة حتى بإذن الله تعالى يكتب لهم الحج، حيث أن الحج عرفة. فهذه المرة 4 حالات في المستشفى، وباقي الحالات كلهم الحمد لله تم إخراجهم من المستشفى أمس، وأمورهم طيبة على ما يرام إن شاء الله. باقي الحاجيش الحمد لله كلهم في صحة وعافية، أسأل الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يرجعوا إلى أهل المسالمين غانمين. باقي عدد الوفيات 8، التحقت أمس برقم الوفيات الحاجة نجمة، وهي من حجاج القرعة لدن، وبالتم يكون عندنا 4 حجاج. ما هو سبب وفاتها؟ سبب الوفاة نزيف في الدماغ، هي على العموم راهو حاجة من بمرافق، يعني من حجاج القرعة، يعني هو مواليد 1948، يعني ليست كبيرة كثيرة في السن، يعني 60 وشوية، يعني 68 سنة. توفت يعني دون ارتفاع في الضغط ونزيف في المخ، فيبدو أدى إلى يعني وفاتها. نسأل الله عز وجل أن يتغمدها ويرحمها، ونحن نتقدم بعثة وحجاج إلى أهاليها وذوي كل الموتى بالتعازينا، ويسأل الله عز وجل أن يتقبلهم، وأن يكون هذه نهايتهم إن شاء الله، كتبت عند الله عز وجل نهاية طيبة إن شاء الله.
نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد القادر المصري المتحدث باسم بعثة نطمن هنا أن الأمور كلها طيبة وعلى ما يرام بإذن الله تعالى، وأنتم بدوركم تطمنوا أهل الناس إن شاء الله. نعم أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم بعثة الحجيج الليبيين الدكتور عبد القادر المصري.